السلام عليكم ورحمة الله، معكم عن باد جيمنج. جيت اليوم فيديو جديد عن 7 ديدلي سينس جراند كوست خطايا السبعة. فيديو اليوم راح نلعب بي في بي نورمال للمرة الأولى بعد ما اجا كينج، ونشوف بعض التيمات اللي بنقدر نلعب فيها. طبعا أنا هذا التيم مثل ما انتم شايفين لعبان 18 جيم، خسران أربعة بس، بقى كتير ايزي تيم اذا سي سيك لا بأس به. طبعا فيك تحط اثنين سي اكل، يا ما تحط سي سي فود يا ما تحط ايفيجن، حسب اللي بدك اياه. بس اليوم دام نحن اوريدي عرفانين التيم القوي، تعالوا نعمل تيم نقدر نفوز عليه ضد هذا التيم. انه اغلب التيمات يا ما بيكون هاد مع كينج، يا ما بيكون مارغريت بدال كيو. طبعا مارغريت شوي اصعب التيم، واغلبهم مشان السي سي عم يحطوا ورا اسكانور او بان، بس انا هذا التيم لقيته لا باس به. هلا بقى بدي اجرب تيم تاني ضد تيم كينج ونشوف شو راح يكون، هل راح يكون فعال ولا لا. طبعا التيم مثل ما انتم شايفين راح يكون هو عباره عن اسكانور دوان وكيو ومارلين، لولي مارلين ورا زلدرس. زلدرس ورا مفيد ليش؟ لانه على كل ديباف عندك يا بزود لك الدمج اللي بتعمله، فمشان هيك كيو عنده إجنايت ومارلين عنده الديباف اللي هو بيكنسل الريجنريشن، بقى مشان هيك هذا التيم جدا جدا قوي، وان شاء الله ان شاء الله راح نقدر نقتل كينج باول لفه اذا كان اذا لعبنا اول. هنا بس نظبط التيم، نحط مارلين عليها كينج، سوري مارلين عليها زلدريس، كان اسمه ساريال، وهون نحط خلينا نشوف اذا لا هذا شو بيعطي، بيعطيها اتاك. لا بدنا كريت ولا اتاك؟ اتاك 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 نوريدي ريزيستنس تبعهم عاليه صايره. فهذا هو التيم. طبعا هذا التيم بيقدر يفوز خاصه انه السي سي تبعي عالي، بقى في شانس اكبر اني العب الاول، يعني مثل ما شايفين 192 و502. طبعا للاسف لهلا كيو ما خلصت له لبسه لاني انا عم طور لبسه، بس مثل ما انتم شايفين ما معي ثلاثه، هي طورتها وهي لسه باقيها شوي، ونفس الشيء بالنسبه لهي. طبعا كيو عندي اياه 1.6، يعني مو عالي سي سي، لو كان عالي كل ما له السي سي تبعكم راح يعلى. زلدريس 5.6، لا فورس 4.6، ليش مفكره 5.6 انا؟ ولبسه لا شاري له ولا مطوره، بس بصراحة عم فكر انه اشتري له لبسه وطوره حتى، لانه زلدريس من افضل الشخصيات كسب ورا، لانه البسف تبعه او اليونيك تبعه انكريس اول الايز بيسك ستات، يعني بزود لك الاتاك والديفنس والاتش بي على كل دي باف موجود عندك. يعني اذا اللي ضدك عنده مثلا خلينا نقول اول ما تبلش اجنايتين، هاي انت راح تاخذ 6% زياده اتاك وديفنس و اتش بي، بهذا الشيء رائع. طبعا كيو اوريدي بيعطي لواحد 4، يعني انت هذا الواحد راح تضربه 12%، الستات تبعك راح تكون 12% زياده، يعني راح يكون بيرفكت على كل دي باف. اون ذا هيرو ولا اون اول؟ هذا شوي اون اول انميز، يعني ممتاز. يعني انت اذا 4 باثنين باثنين 5 6 7، يعني انت اول ما تبلش اوريدي مع كيو راح يكون عليه واحد، حيكون عليه اربعه واثنين اثنينات، يعني انت راح يكون ثمانيه على اللي يعني اوريدي ماكس راح تكون هيك 100% راح تكون ماكس. هذا الشيء جدا جدا رائع. فخلينا نبلش عشان ما نطول عليكم، نروح بقى لاول ماتش. هلا بقى بنبلش باول فايت. الفايت الاول ما طلع معنا ضدنا كينج، طلع ضدنا تيم كاونترات. مين نقتل اول شيء؟ نقتل هاد لانه راح يزعجنا، ولا نقتل هاي؟ نقتل هاي ماغريت. Thank you.
هاي قتلنا مارغريت وارتحنا منها. شوف كان حينزل هلا اسكانور، اذا ما عمل كاونتر كانت الاسكانور بلفة واحدة. لعيب ضربها ضربة مشان ما تضرب فول اتش بي. هلا ممكن كان المفروض انا اجيب الالتي تبعي، بس خلينا نشوف. بدنا نقتله على كل حال. لا شو بدي اجيب التيمت اسكانور مثلا. انسحب. تيم مو قوي، حكي فاضي. يعني قلت لكم وان شوتينج فيك تقول اغلب الشخصيات. يعني اي شخصية بتزعجك اقتلها باول لفة. كيو كيو سفاح. خلينا نجرب هذا التيم ونشوف هل بنقدر نقتله باول لفة ولا لا، لانه اخضر. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. نحاول نقتله، نجرب، مع انه ما بعتقد نقدر نقتله. والله ممكن تصدق، قدرنا نقتله. نزل زلدريس. هلا زلدريس بيزعج اسكانور بصراحة. زلدريس حتى لو نزل بيكون قوي، وهذا خلينا نشوف هلا شو راح يقدر يعمل. هيك هلا بدا علي يعمل التي. ولا شيء. هلا بنحاول نقتل هذا مشان ما يزعجنا كثير. نعمل هيك هيك لانه هو احمر ضد احمر، وبنضرب هاي. هذا داب. انه عليه 6 اجنايت. جي جي. هل بدي اجيب التيميت ولا لا يا ترى؟ ترياري؟ لا، جيم خالص فيكم تعتبروا. والله هي ممكن نجيب التيميت، مشان هيك بنروح اول ان عليها بهي. يلا ما بعتقد تموت. بس هاي ممكن تقتل. ايوه ممتاز، هيك الجيم خالص من غير اي التيميت. يعني حتى انتو شايفين، يعني حتى التيميت ما بدك، بس طبعا بدك الالتيميت شو بتفيدك، لانه سي سي تبعك راح يكون عالي. واجا حظنا حلو انه اجانا كرت اسكانور. بس هلا ولا تيم كينج بدنا، تيم كينج عشان فرجيكم شو بسوي بكينج بهذا التيم. هذا التيم على اساس اللي هو تيم الكاونتر تبع، هذا واحد من تيمات الكاونتر لتيم شو كان اسمه، كينج، اللي هو روجال. بدنا نجربه بس مو بال بالنورمال. بالاليت اوكي، بس بالنورمال ما بعتقد راح يكون قوي هذا التيم كتير. مستحيل يموت بان. بس منيح راح 3 ارباع اتش بي، وهلا ما في يعمل، ما في رجع اتش بي لانه مارلين عملت الحركه تبعها. ممكن نستعجل ونجيب التيميت اسكانور، لانه هذا حيحط تونتات كثير. اثبات. هلا احنا بنحاول نجيب التيميت اسكانور.
ونعمل هاي الحركة مشان ما يهيئ اللفة اللي بعدها. تيمو خالص مبدئيا لازم معه 3 كروت لبان مثلا. هذا بوت ولا شو وضعه؟ والله ما بعرف، لانه هن غيروا الاي اي، صار الاي اي يعني ما فيك، ما بيحط. طبعا هلا علينا 3 بفات وعليه مليون دي بف، هو بقى بنعمل هيك وبنعمل هيك اذا ما مات، وبنعمل هاي. يلا او عليه ريليك. مات، انسحب. زوان. شايفين لحد الان كل التيمات عم نفوز عليها، لو ناس حقيقي يعني مو بوتات مثلا، عرفتوا كيف؟ فلو ما بعرف اذا كان السولت ميليودس فريقه حقيقي يعني بوت ولا حقيقي، بس الباقيين كلهم حقيقيين. نفسه؟ لا هذا واحد تاني، بس هذا السي سي تبعه كتير كتير قليل. معقول يكون حاطط ايفيجن؟ خلينا نشوف اذا حاطط ايفيجن ولا لا. ما حاطط ايفيجن، مع انه هذا الفريق بده ايفيجن. لو عم يطلع حظنا حلو بكروت اسكانور وهذا شيء رائع، هلا بنعمل نفس الطريقة، بنجيب التي اسكانور مرة ثانية. نزل الاتاك للتسادس، هي حلوة الحركة. هلا الاتاك تبعي ما راح يكون اضعف، بس احنا هيك هلا بنعمل، بنجيب التي وبنضربه هي ولا هي، والله هي بس مشان ما يهيل اذا ما مات. والله كان فينا نقتله، بس صرنا نحن اياهم يهيلوا. هيك 100% مات وما عم يهيل، شايفين ما عم يهيل. وهلا نحن راح يكون اميون، فما في يعمل شيء يزعجنا فيه. نعمل التي عليه، نعمل هاي، بعدين هاي على هاد. ولا غلطت، هاي قتلنا فريقه كامل. بايت فيجو، فيجو عنده ريليك. والله عم فكر اعمل لهم تريليكات. هذا عم يبين حاله انه هو مو بوت ولا شو، ولا عن جد هو بوت. نعمل هيك، نعمل هيك، نعمل هيك. قتلنا الفريق. نوت باد، نوت باد. فريق جدا جدا رائع، ولاحظت الى هلا ما طلع ضدنا واحد سي سي اعلى من سي سينا، بس ممكن يطلع كينج مره اعلى من سي سينا، لانه اذا كينج مثلا خلينا نقول 5 ولا 4 6، واذا كان كيو 6 6 ممكن يطلع ضدنا واحد اقوى منه، يعني مو 100%. واخيرا هلا نقطه ضعف هذا التيم هو شغلتين. اول شيء اللي ضدك ممكن يكون عامل حاطط ايفيجن، وساعتها ممكن يقتلك، او ممكن مثلا ما تقتله باول لفه. والشغله الثانيه اللي ممكن تكون نقطه ضعف هذا التيم، اللي هي لما ينزل احيانا، لما ينزل مثلا لورا ممكن يكون حاطط هو مين. شايفين شايفين كان حاط اسكنور، بقى ساعتها تيمو راح يرجع كامل. ديث بيرس منيح.
يا ما صارت فيني انا طلعت ضد هذا التيم يعمل رانك بين لمارك جريد وكأنه شيء لم يكن. هذا عم يحاول يجيب التي، هذا بوت. هلا بقى نعمل هيك نجيب التي. يلا بنجيب التي، شو اسمه، مارلين. راح يروح كرت سيلفر. شو راح يقدر يعمل بهدول الاثنين؟ والله عم يروح دمج، عم يعمل دمج على كيو. بس طبعا احنا هلا بنعمل هيك، نعمل هيك، نعمل هيك. مفروض ميتين. طبعا مارلين ودوان عندنا 6-6. جي جي. بس هيك بكون وصلنا للنهاية. يا مرجان تكونوا استمتعتوا فيها، استمتعتوا فيها لا تنسوا لايك للفيديو، شوفوا على القناة كل جديد مني، شوفوا على خير فيديوهات تانية، مع السلامة.